التنمية في كل القطاعات. أولا في مجال البنية التحتية إصلاح الطرق، الآن ما هو مشاهد كل انجمينا في حالة يعني عمل، بمعنى انجمينا كلها زي ما يقال في حالة شانتيه، تجد في جميع الطرق وفي جميع الاتجاهات هناك مشاريع لتأبيد الطرق وتأسيس طرق جديدة وأيضا إنشاء الكباري. ثانيا الزراعة والثروة الحيوانية، وضع دراسة مشاريع زراعية طموحة من أجل الاكتفاء الذاتي من الغذاء، تنفيذ مشاريع الصناعة الزراعية، تنفيذ مشاريع الأرز، إنشاء مؤسسة لحم تشاد، احتواء الخلافات بين الرعاة والمزارعين. طبعا هناك سلخانة في مندو بدأت تشتغل وهناك سلخانات أخرى، وكلنا نلاحظ الآن احتواء الخلافات بين الرعاة والمزارعين إلى حد كبير. ثالثاً الصناعة وتعدين التجارة، إنشاء المجالات الاقتصادية المتخصصة، تشغيل مشروع كوري بوغودي، احتواء النزاعات في مجال التعدين، إصلاح وتهيئة المناخ لرجال الأعمال والمستثمرين في تشاد، إحصاء وتدريب العاملين في قطاع التعدين. رابعاً الصحة والتضامن الوطني، إنشاء وزارة خاصة بالتضامن الوطني، إعداد استراتيجية لصالح كبار السن، إجازة قانون المعاقين في تشاد، مجانية الكهرباء والماء، زيادة الميزانية المخصصة لقطاع الصحة والعامة. طبعا زي ما أشار الإخوة، موضوع طبعا الكهرباء هو موضوع متأصل منذ حوالي 30 سنة، ولكن الآن مرشح التحالف وضع سياسة خاصة لحل هذه المشكلة. خامسا الطاقة والميناء والمياه، بناء مركز للطاقة الشمسية في قاسي، بناء مركز للطاقة عن طريق الغاز في كل من مندو وأنجمينا. طبعا فيما يخص مركز مندو الآن بدأ يشتغل بنسبة 100%، وأن الكهرباء متوفرة في مدينة مندو 24 ساعة. بناء مركز للطاقة عن طريق الغاز في كل من مندو وأنجمينا، بناء مركزا للطاقة الشمسية في مدن تشادية مثل آتيا، أبشا ومانغو. طبعا وهذه المشاريع سترى النور في خلال البعض منها في خلال الشهور بإذن الله. تنفيذ مشاريع للمياه الصالحة للشرب كمشروع البطيحة في أبشة، أيضا كما تلاحظون أن فخامة رئيس الجمهورية في خطابه في أبشة وعد بإذن الله سبحانه وتعالى خلال شهرين أو ثلاثة شهر موضوع البطيحة سينتهي، وأهلنا في أبشة لن يعانوا من مشكلة المياه. سادسا الشباب والمرأة، جعل وزارة المرأة وزارة دولة، وطبعا ده كلنا نشهد لأول مرة في تاريخ تشاد تكون وزارة المرأة توصل لدرجة مستوى وزارة دولة. فلذلك في برنامج السياسي إذا قال أنه يريد أن يعمل كذا أو أرد أنه يعمل كذا للنساء فهو شيء مضمون. تمويل مؤسسات وجمعيات الرياضة، توظيف 2000 من الشباب. رابعا السياسة الخارجية، زيادة العمل لمجموعة من الدول، زار فخامة رئيس الجمهورية مرشح التحالف مجموعة من الدول، أمريكا، أوروبا، الشرق الأوسط، اتخاذ سياسة الحياد في كثير من القضايا الدولية والإقليمية، فتح مجموعة من المؤسسات الدبلوماسية، سفارات وقنصليات، وساطة تشاد في النزاعات بدولة نيجر. طبعا تشاد ساهمت مساهمة حقيقية عندما طلب منها أن تشارك عسكريا في النيجر فرفضت واتخذت سياسة الحياد، مما ساعد في ربط الصدى فيما يخص النزاع في دولة النيجر، فكان موقف كانت موقف مشرف جدا. هذا يعتبر أقل من قليل في حق مرشحنا، ونؤكد أن ما قدمه مرشح التحالف وليس مرشح الحركة الوطنية للإنقاذ فقط، وإنما هو مرشح لمئة 127 حزب وأكثر من 150 جمعية مجتمع مدني، بمعنى هو مرشح الأمة.